ايه اللي بيعجبك في موسيماني وايه عيوبه، وايه اللي بيعجبك في كارتيرون وايه عيوبه في نص دقيقة؟ طيب موسيماني بيعجبني فيه انه ما تأثرش قوي بالضغوط اللي تعرض ليها والوعكة اللي تعرض ليها في خصم 300 ألف جنيه منه ككوتش في علاقته مع الكابتن محمود الخطيب ورئاسة النادي الأهلي والإدارة والجمهور، واتلمت بسرعة، ودي تحسب لموسيماني وتحسب لإدارة النادي الأهلي والسيد عبد الحفيظ عشان ياخد حقه. فدي نقطة مهمة جدا لازم يتم التنويه عنها. ما بيعجبنيش فيه ان لما موسيماني مسك النادي الأهلي بحس ان انا بتفرج على صفحة فيها ولد عمال يشخبط. الشخبطة ممكن تطلع وزة، تطلع بطة، هو مش قاصد. بالعربي شكل النادي الأهلي لما بتفرج عليه عناية مش رايقة كده، الخطوط مش مظبوطة لا بالطول ولا بالعرض، في شخبطة. قفشة بقى يروح عامل لك حتة كده، شريف معرفش يروح رايح فين كده، معلول الكرة رايح قدامه يروح عاملها بالعرض، ما عندوش بصمته. لازم النادي الأهلي مع الموسيماني يعلي تدريبات فردية لقدرات لعبة النادي الأهلي الدفاعية. النادي الأهلي دفاعيا يا إسلام عنده مشاكل كتير في واحد على واحد أو في التغطية العكسية وفي التيك أوف. أكتر حاجة ما عجبتنيش في موسيماني لما خلى حمدي فتحي هو الليبرو وخلى بدر بنون ستوبر ناحية اليمين وأيمن أشرف ناحية الشمال. بدر بنون جاي عشان حاجتين، بيبني اللعب كويس وقائد وشخصية غير الكرات العالية. ينفع عماد النحاس كان يلعب ستوبر قدام وائل جمعة؟ لا طبعا. ينفع سامي الشيشين يلعب ستوبر قدام نبيل محمود؟ ينفع إبراهيم يوسف يلعب سردباك قدام سعيد الجدي أو الدكتور جمال عبد الله؟ ينفع؟ لا. يبقى بنون لما يتوجد يتوجد كاليبرو بين الاثنين بالرؤية يا إما بنون مش كويس يمشي ويجي غيره. موسيماني بتحس انه بيشخبط فبيطلع لك بطل، بحس النادي الأهلي في شخبطة كده يعني. كارتيرون بيعمل نفس الشخبطة؟ لا كارتيرون، لا كارتيرون منظم أكتر، منظم أكتر، تنظيم الفريق بشكل عام أكتر، كويس أكتر من موسيماني. يعني عودة مرتضى منصور إلى نادي الزمالك هتفرق معاه جدا جدا جدا. نادي الزمالك افتقدوا كتير، وخليني أقدم التقدير لكل اللي كانوا موجودين والمستشار مرتضى منصور مش موجود. كلهم اللي قبل كده والآخرين، كابتن حسين لبيب واللي معاه، أكيد لأن ظروف صعبة جدا يا إسلام. أكيد. ونادي الزمالك اتعرض الحقيقة لضغوطات وظروف غير طبيعية، والمستشار مرتضى لما مشي مشي عشان مشاكل ما شفناش هي المشاكل دي. أنا آخر حاجة مزعلاني بس حاجة بسيطة، جمهور النادي الأهلي اللي تم عقوبته ماتشين 349 واحد عشان غنوا نشيد النادي الأهلي في وقت إيه؟ النشيد الوطني. وأنت اتكلمت على موضوع الوطنية والنشيد الوطني وهو إلى آخره. كابتن علي غيط شايف وانا كاتب بيقول ان دول لازم يتوجدوا في مكان يعلمهم قيمه الوطن وقيمه علم مصر و الى اخره. دول خدوا قد ايه؟ ماتشين. وشيكابالا ياخد 8 شهور. ما عشان قال احمد مجاهد انت اهلاوي. يبقى احمد مجاهد ولا علم مصر ولا الوطن؟ صباح الفل يا اسلام. كابتن احمد طيب، نجم التعليق والتحليل حبيبي حبيبي حبيبي.